حق جوزي وحق ابني، حق جوزي قبل حق ابني بالظبط. ان شاء الله حق ام راجع يا حبيبتي ان شاء الله باذن الله. يا البنت دي كده اصلا بتشتكي ناس انت كتير. انت تبقي ايه محمد؟ انت قاري اخت محمد؟ لا تمام اتفضلي قولي. هي بتشتكي ناس كتير وبتتبلع على ناس كتير وشاكيه واحد من كفر ديار برضك وعايزه دي برضك 200,000 جنيه وقايله على ام واحد هنا عايزين الصلح عايزه 200,000 جنيه. يعني ايه بتشتكي ناس كتير؟ يعني هي على طول كده يعني بتقول مثلا ده عاكسني وتروح تقدم فيه بلاغ؟ ايه اهلها امه ضربينها وتقوم رايحه شاكياها. تقوم رايحه شاكياهم وهي على طول كده اصلا والناس كلها بتشتكي منها ومبايظه. يعني انا لو خدت في الوقت ومشينا البلد كلها هيقول لك البنت دي اصلا بايظه والبنت دي وحشه. البنت دي بايظه ووحشه وهي بتشتكي ناس والولد محترم جدا محمد محترم جدا 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 واحنا عايزين حقه عايزين حقه وعايزين ابنه يرجع. وهي الناس دي قلالات الادب اصلا الناس كلها نفسهم يطلعوهم من البلد. ده ولد حضرتك اللي قاعد دي والده قاعد ابوه دي والده بموت بيموت كلنا بنموت واخواته معلقه جلوكوز بالله اخواته معلقه محاليل كلها احنا كنا بنموت. انا مش عارفين نعيش. ممكن اصور معاك؟ عادي يا عم تحت امرك احنا كنا بنموت مش عارفين نعيش اساسا. هتلاقي كرسي البقاء لله يا والدي ربنا يصبرك ربنا يصبرك والله ما عملنا حاجه يا محمد انا روحت يعني تقصد ان انت مربي اولادك بعيد عن المحاكم بعيد عن المشاكل خمسة وعشرين سنة يا امي سهل المركب سهل الدنيا كلها لا يمكن لا يمكن عندي خمس رجالي لا يمكن ولا تقولي قاعد في الشارع دلوقتي يا والدي بتعيط قدام البيت على فراق ابنك اللي بضربه هو قاعد معاه هو اللي بشوف ده اللي مشنوق انت كنت قاعد مع محمد الله يرحمه استاذ محمد هو اللي بشوف واللي بقدر اطلع يعني يوميا كان قاعد معاك وبيراعيك اجازه الست ايام اللي بقعد مع ابوه محدش بقعد معاه هو اللي بوده يا عيني اشتغل في اسكندريه هنعمل ايه وبقي خمس ايام ولا ست عايزين حقه احنا عايزين حق محمد عمرني لا مركب ولا محكمة ولا عمدة ولا خارة ولا حد بيتمغني ما بيشتكيش حد ما حدش بيشتكينا ولا عمرنا شحكينا حد لما كان محمد بيرجع من شغله كان بيرايك يا والدي ما يخرجش يا حاج ما يخرجش من البيت وهنا مربيه على كده. حضرتك اخو المجني عليه اقول اخر مره شفت استاذ محمد كان امتى؟ شفته في العنايه المركزه وبمور. ما هو كلمك؟ ما كلمنيش هو من ساعه ما دخل المستشفى وبمور ساعه ما خبطونا وبمور شفتوش تاني. حضرتك ما كنتش موجود هنا لما انا كنت موجود في البلد بس ما قالنيش ما حدش قالني هو رايح مش رايح لحاجه والله ده هو رايح اشوفهم في ايه وعملش حاجه رايح رايح يراضيهم وقعدوا قعده زي قعده عرفيه كده جاب ابنه من المستشفى رايح اشوفهم في ايه يبقى كل كلهم كلهم ابن عمل ايه كلهم نزلوا في الضرب وتطحين ونسوان وكله كان بيضرب في الشارع وعموه ميت برضه بموت فيه وكله بموت فيه عشان ايه يعني لما رجع لنا ابن عمل جبنا حق اخونا ويرجع لنا ابن اخونا عشان احنا كده حرام لو ابن اخوك شايفك تقول له ايه اقول له ارجع عشان يرضي اخواته ويشوف اخواته وياخد عزبه ويحط ايده في الناس حرام حرام يدمروا عليه ليه عشان ايه عشان بنت ما عملش بقى حاجه ما اتكلمهاش ولا نبش ولا المس ولا تقرب لنا ولا نعرفهم ومن بعيد بيتهم بعيد خالص عننا وابن اخونا ما بيقعدش ابن اخونا ما بيقعدش بيجي من شغله يقعد في بيته ويقعد عند عمه ويقعد عند عمته ما بيقعدش وابوه ما بيقعدش ابو جاي من شغله يعني ما بيقعدش يعني جاي من شغله عشان يموت هنا في بلده في بلده في وسط اخواته ليه ما ابو لو مغاوى مشاكل كررنا على اخواته بلده كلها بلد محمد احمد البلد كلها بلد محمد احمد لو عاوز لو طالب حاجه مشاكل كررنا علينا انا بلده كتير وعيلته كتير دلوقتي جالنا خبر ان احمد في المستشفى طبعا محمد اخوه ما كانش هنا كان في المصيف جه محمد بتوكته قلنا له في خبر ان ابنك في المستشفى فمحمد راح المستشفى عشان يشوف ابنه لقى ابنه متخيط من وشه فدلوقتي فلما راح لابنه وجيه يروح يشتكي بعد ما خيط لابنه وعمل ومسح الدم جه يروح يشتكي فدلوقتي مرضاش ابوه مرضاش يخلي الواد يشتكي لان ابوه طيب خالص عن اللازم لا بحب شكاوى ولا بحب اي حاجه انا جاي كنت في المصيف وجاي انا وباباه واخواتي والمهم قال له اخته روح حجر الكبير اللي تحت منه على طول ولا روح يلا وقمنا جايين على طول لان هنا في الشارع بيقولوا احمد متخيط في المستشفى رحنا جري عليه عشان نشوف ايه
ماشي واتخيط ورحنا شفناه وقال له ما تشتكيش عشان احنا اهليه وجيران وانا الوقت جوزي راح وابني راح انا عايز حق جوزي وحق ابني هجيبه منين مساء الخير متابعينا الكرام اهلا ومرحبا بحضراتكم في كل مكان بنرحب بيكم من داخل محافظه الدقهليه وتغطياتنا المستمره والمختلفه وللاسف الشديد يعني بقينا نسمع عن قضايا صعب جدا في تفاصيلها وكواليسها بسبب معاكسه بنت السبب الاب اتوفى والابن مشي وساب البيت بعد ما اخد عده غرز في جسمه طبعا تفاصيل وقع مؤسفه هنا شهدتها محافظه الدقهليه وهنسمع التفاصيل من الزوجة اللي اتحرمت من زوجها الأستاذ محمد اللي عمره حوالي 46 سنة وكان بيعمل فرد أمن على أحد العقارات وللأسف الشديد فقدت زوجها وابنها أيضا تعتبر يعني مش موجود معاها لأن مشي وخاف ومشي وساب البيت إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بندعو له بالرحمة والمغفرة وإني إليهم الصبر والسلام البقاء لله يا حبيبتي زوجك توفى وابنك أنت بتقولي مشي طفش قولي لنا إيه اللي حصل يعني أستاذ محمد كنت في المصيف وراجعين طبيعي خالص ما فيش أي حاجة محمد كان أمير كان طيب كان مؤدب كان محترم الدنيا كلها بتحكي وتحكي عليه كانش بيخرج من بيته على قد شغله على قد الست ايام اللي كان بيجوا يقعدوا في البيت ما تشوفوش في البيت واحنا جينا من المصيف ولقينا احمد قال له ده احمد بيتخطف المستشفى رحنا خيطناه ايه يا احمد في ايه قال له والله امال قعدت تدعوا عليا انا ما اتكلمتش ولا كان يقف خالص عشان خاطر بنت ليه تعمل فيه في ابني كده عشان ايه طب دي دول بيحموا عنها ليه دول لا في سنه قرايب ولا في حاجه يعني اللي انا وحياه زوجك مش قرايب البنت اصلا لا مش قرايب ولا يقربوا لها ما انا عايز اعرف هما بيحموا هما الاثنين دول كانوا بيحموا عنها طب اسره البنت دي فين بعيد عنهم على في بعيد عنهم جوه شويه البنت دي عمرها حوالي 16 سنه تقريبا والناس دي اتهموا ابنك ان او افتعلوا معاه مشكله عشان ان انت ليه بتعاكسها هو انا احمد ابن محترم ملوش دعوه بالعك يعني ليه زياده دي خالص احمد عنده 20 سنه ايوه عنده 20 سنه هو الكبير بتاعي وعنده 3 بنات غيره يعني ابنك الوحيد هو دي الوحيد اللي عندي وعندي 3 بنات انا بشتغل بالاجره الاجره هتجيب لي ايه ابوه مغلباه كان بيجي يشتغل اخر الشهر يجي المرتب اصفي اللي عليا واصفي الفلوس اللي عليا والباقي كنت اصرف في بيتي دلوقتي نعمل ايه لا يا جوزي ولا يا ابني جوزي ضيع الوقت ضاع وخلاص وابني بردك نفس الطريق في كل حته شويه مش لاقياه انا عايز حق جوزي وحق ابني عايز حق جوزي اللي مات ده عايز النائب العام يشوفني حالي طب يعني البنت دي اسرتها فين ايه هم اللي مش ما تدخلوش يعني جوزي انا مرمي في المستشفى وامها جايه عشان تقول ليه اشتكي في ام بتعمل في بنتها كده حتى لو انا بنت حتى متعاكسه الدنيا كلها بتتعاكس حافظه على بنتك عرفها الصح من الغلط احنا لنا بنات وشفنا الاوضاع دي قبل كده يعني اللي انهوا حياه زوجك وضربوا ابنك مالهمش صله قرابه نهائي بالبنت دي ما بينها وما بين اللي ضربوا جوزي وابني وابني وجوزي راح يرد عليهم مش بنيته غادي ولا بنيته حاجه على اسره البنت ولا على الناس دي على اللي ضربوا ابني راح يرد يشوف في البلاد بالاحترام ابني غلطان كنا هنربيه هم غلطانين كنا ناخد حقنا بالراحه بلاد بالاحترام ما يخش عليا يضربوه بهدلوه ليه ما فيش اسلام ما فيش دين يعني الناس المسيحيين اللي جنب منهم مش راضيين يشهدوا قالوا لا ده انتوا موتينه في بيتكم اطلعوا يضربوه حريم ورجاله والراجل الكبير اللي اسمه فجوج ابو كمال يقول لهم اضربوه بهدلوه ليه يعني زوج حضرتك استاذ محمد لما رجعتوا من المصيف وابنك كان هنا كنتوا سايبينه هنا رجعتوا لقيت ابنكم مصاب في اصابات في وشه 15 غرزه ضربوه بهدلوه لما سالتوه قال ده في ناس اتخانقت معايا عشان قالوا ان انا كنت بعاكس بنت والده رفض ان هو يحرر محضر وقالوا ما حصلش اباها وعمها اللي ضربوه يعني اباها وعمها اللي ضربوا البيت عشان يتبلغ عن ابني يعني ابني ما كانش سبب خالص ليه يتبلى على ابني ليه ابني عمل ايه الدنيا كلها تتحكى باحمد خالص وبادب اكتر وبادب ابوه واحترامه تشوف الناس وتشوف المشهد وتشوف الدنيا ورا محمد جوزي تستغربي من ادب واحترامه وذوقه مع الناس انا عايزه حق جوزي وعايزه حق ابني النهارده استاذ محمد لما راح للناس دي راح لوحده وكان رايح يتكلم عادي كتير قلنا كتير اخواته كتير كانوا ممكن يوم عليهم يبهدلوه لو احنا في نيتنا غدر ليهم هم اللي غدروا بيني عشان اللي غدرنا بيهم اروح الاقي جوزي مرمي في الارض وابني مضروب ومخيطاه وضربوه بهدلوه ضربوا ابنك تاني والكبير اللي اسمه حجاج قال هاتوه موتوه زي ابوه ليه
فيش اسلام فيش رحمه. انا عايزه النائب العام يعمل لي حاجه. انا الوقت انا واقفه مع القانون وماشي زي ما القانون بيقول. ربنا يرحم. انا عايزه حق ابني الوقتي وحق جوزي. ابن ابني ابنك ما بتوصلش معاكي؟ مش لاقي ايه مش عارفه هو فين. خايف يرجع البيت؟ ايوه خايف خايف يرجع. فيش هعمل ايه؟ انا الوقتي معايا اربع عيال. اجري على ايه؟ على المحامي ولا اجري على عيال البنات الصغيرين الاسر ولا اجيب ايه ولا اعمل ايه؟ كان ابني سندي وجوزي كان سندي. لا انت لا يا سندي لا في جوزي ولا في ابني. انا الوقت ماشيه بما يرضي الله ومع قضاء العام يجيب لي حقي وحق جوزي. انا ما عنتش عارفه اعمل ايه. ما عنتش عارفه اعمل خالص. ربنا خسرت اتنين في وقت واحد, وقت واحد. هم اساس ابني. البيت ايوه زي ما انت بتقولي هم سندك. انا يعني بسرح بالاجره يعني عامله. كان ممكن الموضوع ده يتحل ودي بسيط خالص ان بنتي اتعكست خلاص يعني. ناس همجيه ناس شداد ولاد ادب في البلد. انزلي واسمعي عليهم. انزلي حضرتك واسمعي عليهم في البلد. هم بتسالوا احنا اسال احنا ايه وهم ايه دايما بيفتعلوا مشاكل. ده مرضى غجر غجر بيحب المشاكل بيحب قله الادب. ليه احنا ما احناش بتوع بهدله. وانا بس راح اجيب اجرتي واجي ما حدش بيسمع لي الصوت في بيتي. وجوزي نفس الطريقه وابني نفس الطريقه والصبيان كلها بتشهد بكده والدنيا كلها بتشهد بكده بادب ابني واحترامه وجوزي ابني واحترامه. انا مانيش عارفه اعمل ايه بالظبط. انا ماشيه بما يرضي الله وماشيه مع الدنيا اهوت عشان اشوف ابني هيعمل ايه وجوزي هيعمل ايه. اكبر ولادك 20 سنه واصغرهم احمد الكبير بتاعي واصغرهم عمرها حوالي 9 سنين. 9 سنين اعمل ايه في عيالي دول؟ لا انت لاقي اب يخش عليهم ويحمحم عليهم ولا انت لاقي ابن كبير يدور عليهم ويدور على اخوات. انا انت تايهه في وسط الدنيا كلها. انا ما عارفه اعمل ايه والله. انا بقعد مع نفسي كده بكلم نفسي ملاني في ايه. انا ما عملتش حاجه. انا ما عملتش حاجه والدنيا كلها يسالوا عليا انا كمان. انا ماليش في الشكل ولا ليا في المشاكل ولا ليا في اي حاجه. بنته لسه متجوز بنته من 6 شهور. ما من 6 شهور ولا 7 شهور لسه صغيره ما كملت 18 سنه. كتبت كتابه وجوزتها نص الشهر اللي دخلت فيه. انا اعمل ايه؟ اعمل جوزي اللي راح مني وابني اللي راح مني. ما عادش لاي حد يقف جنب مني. انا ما عادش لاي حد يقف جنب مني. اجيب مين؟ جوزي ما كانش جوزي. كان روحه وكان عقلي وكان دنيتي. كان طيب وكان مؤدب وكان حنين. كان اخ وكان لي اب وكان لي ام وكان لي ابن وبنت. انا ما مش عارفه انا بتكلم وانا مش عارفه انا بتكلم ازاي. من الذول اللي انا فيه مش قادره تصدقي ان انت في لحظه وانت راجعين من المصيف ان زوجك يروح. هو دي قضاء ربنا وربنا بعته لي. دي ما كانتش موت محمد في ادبه واحترامه وذوقه مع الدنيا كلها. والشارع هو مسال على الدنيا كلها ومسال الشارع ومسال باب الشارع ومسال البلد كله. شوف احنا غلطانين ولا مش غلطانين. الدنيا كلها بتشهد لنا عشان احنا مع الحق عشان احنا ما بنظلمش حد. احنا مالناش دعوه بالمشاكل. انا عايزه حق جوزي وحق ابني. حق جوزي قبل حق ابني ان شاء الله. حقهم راجع يا حبيبتي ان شاء الله باذن الله. انا اعمل ايه؟ انت اخت المتوفي ربنا يرحمه يا رب العالمين. اخر مره شفتي امتى؟ شفته وهو نازل من التوكتوك يوم وهو راجع من المصيف. هو راجع من المصيف هو جاي الاثنين طبعا كان راجع مبسوط وما كانش عارف ان دي اخر لحظات هيجي وفسحه وما كانش في اي حاجه. كان بيحب يخرج ولاده. كان بيحب الناس كلها مش ولاده بس. كان بيحب الناس كلها. محمد طول عمره محترم والناس تشهد له بكده. ودي ما تبقاش موت عشان يموتوه كده غادي. بتطلبوا بايه؟ بنطلب بالاعدام وعايزين حقنا وعاوزين عيل اللي طفشان ده. العيل اللي طفشان ده وقت هو بس دلوقتي يصرف على امه واخواته. لان دلوقتي احنا مش عارفين هو فين. وعمه اللي حرضه قال له موتوه. عم القاتل اللي قال له اللي موتوه. هي ما كانتش فرحه عشان يقول موتوه. يعني هم ثلاثه على نفر هو كان رايح لوحده وحبيبه. ما كانش رايح على اساس صلح ما يعرفش ان هم يقول لهم اخد حقي من مين. يعني هو رايح يقول هاخد حقي من مين ويقعدوا قعده صلح بقى. هو مفكر ان في نسب. انما للاسف هم ما عملوش بديه. يا دوبك بقول الكلمه حرموا رجاله على اخويا وعمهم يقول لهم انا عارف القضاء عشان هو كان احنا في دوله القانون عشان هو كان شغال غفير. احنا في دوله ده غفير. احنا في دوله القانون وان شاء الله باذن يعني الله مفيش حد فوق القانون. احنا لو ابنه شايفك دلوقتي تقول له ايه يعني؟ اقول له يا نينا علي من جوه. اقول له ارجع يا نينا علي من جوه لان وحشنا جامد والله. اقول له ارجع واحنا مش هنسيب حق ابوه والقضاء. احنا واثقين في كل حاجه واحنا عاوزين احمد يرجع لحضننا. يعني كفايه ان واحد راح ما يجوش الاثنين يروحوا. كفايه عشان ما يبقاش حرام كده. حرام علينا قوي يعني. قلبنا موجوع الاثنين.
لو احمد شايفك دلوقتي تقول له ايه؟ هو بيرجع ما عادش ليه الا هو. هو اللي سندي بقى الوقت يغش عليه وعلى اخواته. هو حنين، احمد حنين واحمد مؤدب. احمد في الصفات حلوه كلها، ما هوش وحش. هو ابني وانا اللي مربيه. تربيه ابوه، تربيه ابوه. الراجل الصح بيجيب عيل صح زيه، بس للاسف احنا جينا في السكه وجت في السكه غلط. هو ده نصيبنا وده قضاء ربنا. انا ما بقولش حاجه، بس انا الوقت بقول له ارجع يا احمد، ارجع عشان اشوف اخواتك ونشوف دنيتك او دنيتنا ايه، ونشوف ابوك ده اللي مات ده نجيب حقه. يرجع يرجع والله وانا مسامحاه. هو سبب، هو الموت سبب، الموت سبب، واحنا راضيين بقضاء ربنا. تقصد ان هو ممكن يكون زعل، خايف تكوني زعلانه منه ان أيوة. هو مثلا أيوة. سبب ازاي ندفن ابوه وهو ما يجيش؟ ازاي ندفن ابوه وهو ما يعزيش ابوه، ما يعزيش الناس اللي جاي، ما يقفش في وسط العزم؟ ده ابن الوحيد. ايوه ابن الوحيد. ما حضرش عز ابوه، ما اخدش، ما وقفش في وسط الناس. عندنا زي ابوه بالظبط في قمه الادب والاحترام والمؤدب. يعني معاكسه بنت دمرت عائلات، مش أيوة. دمرت ناس كتير. عندنا عمته هنا بيحبوه وعمامه كلهم بيحبوه. ده هو زي ابوه بالظبط. ابوه مش موجود، هو بدل ابوه. ربنا يصبرك يا رب، ربنا يصبرك يا رب.